أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. طبعا مثل ما بتعرفوا اليوم معنا الأخ جورج، أو بصراحة يعني نحن بنعتذر كثير لأنه هالحلقة تأجلت مرتين، وطبعا ظروف الأخ جورج نبينا نبي جلدة الحنفية هي اللي يعني أثرت، بما أنه هو طبيب يعني الحركة حركة الطب شوي بتكون يعني امرجنسي، ما في معها لعب نهائيا. فخلونا نرحب بنبينا نبي جلدة الحنفية بأبي هو وأمي. أهلا وسهلا بك يا نبينا الغالي. بعد أن أعوذ بالله من جلدة الحنفية من المفتاح الإنجليزي الرجيم، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الجلد فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والسلام على أتباع جلدة الحنفية في كل مكان. سلام جلدة الحنفية عليكم أيها الصحابة الكرام. أهلا وسهلا فيك نبينا الغالي، أهلا وسهلا فيك نبينا. آخر لقاء أنا شفتك فيه وقلت لي على أساس دي يجيك الوحي، ما بعرف يعني هل تبشرنا؟ قد ظهر لي الخطوم بالامس وقال لي ان هو حطك على اول الليسته، يعني فاول ما ياتيني مره اخرى سوف يبشرك بالجنه ان شاء جلده الحنفيه، فلا تقاطع يا اخي. شكرا شكرا نبينا بأبي انت وامي. بصراحه يعني انا متشوق لهذا الوحي، يعني حتى اضمن الجنه واخلص من عناء الدنيا. يعني تعذبنا كثير نبينا، تعذبنا كثير. بحكي هناك فرق بيني وبين رسول الاسلام، لان رسول الاسلام لم يكن متاكدا من دخول الجنه، وقال في احد احاديثه ان لا اامن مكر ربي وان كانت احدى قدمي في الجنه، لكن انا متاكد 100% واضمن لكم الجنه بنفس الموضوع، يعني بنفس شكرا نبينا بالفعل. يعني الجلده هي لا تبخل على ابنائها بالجنه، هي رذاذ سترزنا برذاذ الماء يعني. على كل يا اصدقائي، بكل اسف اليوم سمعنا خبر مقتل الصحفي الاردني ناهض بسبب للاسف الشديد بسبب صوره نحن عملناها فيديو وحطيناها على الفيسبوك، هو حطها على الفيسبوك فاخذوه على المحكمه بس خلونا نشوف الصوره هي ونعلق عليها. هاي الصورة اللي يعني اتحاكم بشانه وانقتل بطريقه للمحكمة. يعني هل بهالصورة هاي الشيء غير واقعي؟ يعني اليوم الإسلام بيوضح انه الله ممكن يعني يعطيهم كل هالشيء، فعم بيقول له يسعد مساك ابو صالح، تحتاج شيء؟ نعم يا ربنا، وني كوب الخمر من هناك وقل لجبريل يحضر لي بعض الكاجو ثم ارسل هنا غلام مخلد لينظف الارض. ما هن هاي شغله الغلمان المخلدون وكل شيء بامر الله؟ يعني لو الله ما يامر الغلمان المخلدون ما راح ينظفوا له، ما راح يجيبوا له، فالله عم بيجيب له كل هالشيء. هذا شيء من ارض الواقع. ولا تنسى ان تضع باب للخيمة حتى تقرع قبل دخول في المرة القادمة سبحانك. يعني هذا الواقع، هاي الجنة الإسلامية. جورج، نبينا جورج، شو تعليقك على هالواقع هاي؟ في شقين مهمين جدا للقصة دي. أولا شق الصورة نفسها قبل ما نتكلم على الكاتب حطر. الصورة نفسها صورة واقعية من الجنة الإسلامية، يعني هذا هو ما صوره الإسلام حرفيا. أنا لا أعتقد أن كاتب الصورة زود حرف أو زود أي حاجة زيادة عن اللي ما وعد به محمد أتباعه وما وعد به الإسلام أتباعه. هو وعدهم بالولدان المخلدون والغانيات والحور العين والنكاح المستمر وسبعين سنة مع دي وسبعين سنة مع دي، والولدان المخلدون اللي بيطوفوا في الجنة، وكل ده تحت رعاية هذا الإله المخبول. فايه اللي في الصوره مثلا اللي مخالف للشريعه الاسلاميه او مخالف للفكر الاسلامي او مخالف للعقيده الاسلاميه او اتهمته باهانه الذات الالهيه؟ المفروض ما يتهموش هو ويتهموا رسم الصوره، المفروض يتهموا الكتب الاسلاميه ومحمد نفسه اللي صور الجنه بهذه الطريقه. الدول الفاشيه القمعيه اللي ما زال المسلسل مستمر معها
في القمع والفكر ومقاداة الناس بناء على أفكارهم. والحقيقة ما فيش دولة في العالم بتحترم نفسها، بتسمي نفسها دولة وتحترم نفسها وتحترم مواطنيها وتحترم قانونها، بتعمل هذا الأسلوب في اعتقال الناس بناء على أفكارهم. يعني ما فيش سجين في العالم في دولة محترمة واتهامه او جريمته ان هو قال رايه، مفيش حاجه اسمها سجين راي في دوله محترمه. لو كان يعني ده احنا بنقول ان الصوره اساسا هي محاه مستوحاه من الفكر الاسلامي بالحرف، حتى لو لم تكن مستوحاه من الفكر الاسلامي هذا رايه، والمفروض ان الحكومه لا تقاضيه على ان هو قال رايه. ولكن ما زال مسلسل الدول القمعيه، الدول الفاشيه اللي بتحتجز مواطنيها وتحاكم مواطنيها على رايهم مستمر. هم بعد ما احتجزوه اسبوعين وطلعوه بغرامه، وهو مش هو اللي رسم الصوره، ده كل اللي عمله ان هو حط الصوره عملها شير على صفحه الفيسبوك بتاعته، بيقاضوه عشان عامل شير لهذه الصوره، وبعد ما طلعوه بغرامه مرجعينه النهارده المحكمه تاني عشان يتحاكم. حتى مش قادرين يوفروا له بعد طبعا ما فضحوه وهيجوا الناس عليه، وعارفين طبعا مستوى الرعاع اللي ممكن ان انت تنفخ فيه وتثير غضبه بان انت تقول ان هذا الانسان يستهزئ بالله او حاجه، توقع ان الراجل ده هيبقى حياته في خطر. فعلى الاقل يعني كان المفروض ان انت توفر له بعض الحمايه، كان المفروض ان انت توفر له بعض تحمي هذا الرجل من هؤلاء الرعاع والغوغاء. لكن سايبين الراجل داخل قدام المحكمه من غير حراسه ومن غير اي شيء، تمام، هم بانهم هم اللي قتلوه، مش هذا المقفون اللي راح ضربه بالنار هو اللي قتله، هم اللي عملوا المشكله، هم اللي قالوا للناس هو عمل ايه. هل مثلا هذا المقفون العبيط اللي كان ماسك بندقيه ولا مسدس ورايح يضربه، هل ده اساسا يعي فيسبوك؟ هل عنده صفحه فيسبوك؟ هل فاهم الراجل؟ هل بيتابع الراجل ده؟ هل قارئ مثلا؟ لا. لكن ايه اللي حصل؟ حصل ان الحكومه فضحته، فبالتالي سخنوا هذا المعتوه ان هو يروح يقتله زي ما عملوا مع فرج فوده. يعني الفرارجي مثلا اللي راح قتل فرج فوده، فرارجي راجل ما بيعرفش يقرا ويكتب، مين اللي قال له ان الراجل ده بيكتب حاجات بيزدري فيها الذات الالهيه؟ الحكومه، الشيوخ اللي حصل الكلام ده تحت عينين الحكومه، مرأى وما يسمع من الحكومه. في الاول عن قتل هذا الانسان، وانا من هذا المنبر ومن عندك ادعم اهله، لان اهله رفضوا استلام الجثه وقرروا ان هم يقاضوا الحكومه على قتل هذا الانسان. فنحن ندعم اهله من هذا المنبر، وندعم عائلته، وندعم اي انسان يفكر فكر حر ويقول راي حر. بكل تاكيد جورج، بكل تاكيد، وانا ضم صوتي لصوتك بصراحه. يعني هالبلاد هي بلاد العجائب، كان احد الاشخاص مقربين اللي كان يسميها بلاد العجائب. يعني بصراحه بلاد العجائب للاسف الشديد، بشان صوره تصوروا ضحاله هالفكر، هذا ضحاله الفكر، ممكن صوره تهز عرش وكيان دوله كامله، ما تقدر تحمي مواطن من مواطنيها وتتهمه. بالعكس، هي اصلا الدوله هي حرضت على قتله، يعني هي اللي ساهمت في قتله، هي اللي سهلت لقتله. يعني اليوم مشان صوره راحوا جابوه حطوه بالمحكمه وحطوه بالاعلان، فجحش كثير من هالبغال هذول، بغال محمد اكيد يعني راح يثوروا، وحتى رايح جاي على المحكمه ما بيقدموا له حمايه، يعني ما بيقدموا له شيء. فواضح واضح يعني انه يا جماعه تعالوا اقتلوه لهذا وخلاص، يعني نحن ما راح نحكم عليه بالاعدام، بس تعالوا انتوا اقتلوه. وهي هي القصه. بعدين هذا بيطلع مجنون وبيطلع ما بفهم، وبيطلع هالحكي هذا، وكلنا بنعرف. لذلك نحن راح نوقف ضد هالغطرسه، هي الغطرسه الاسلاميه القذره هي، ومهما كان مهما علت الاصوات ضدنا راح نوقف ضدهم. وخروه يا بني محمد. في نقطه مهمه جدا يا زلمه في الموضوع ده، لان في الشريعه الاسلاميه الحكم على العمل الموضوع ده، تخيل حكمه ايه؟ يعني بعد ما راح قتل واحد بالطريقه دي، تخيل حكمه ايه؟ عقوبه تعزيريه. لان هو الحكم على هذا الانسان ان هو اهان الذات الالهيه، الحكم هو الموت. فالحاكم ده في الشريعه الاسلاميه، لو تخلف الحاكم عن تاديه هذا الحكم، من حق اي حد من الشعب ان هو يقوم بالحكم بنفسه. واختلف الفقهاء بس، هل غير راي الحاكم هل يحاكم ولا لا يحاكم؟ بعض الفقهاء يحاكم لان هو يطبق شرع الله وقد تخلف الحاكم عن محاكمته. بعض الفقهاء اللي هم المفروض ان هم متعقلين شويه قال لك يعني برضه هو ايه غلطان شويه، ان هو يعني عمل الموضوع وما استناش الحاكم ان هو ينفذ، بس إيه ولا تنفذ عليه عقوبه شديده، هي عقوبه تعزيريه. يعني على راي اسلام البحيري يجيبوه يقولوا له ايه؟
ليه كده يا حماده عملت كده ليه يا حبيبي؟ فيقول لهم لا اصل هو اهان ذات لا طب يا حماده ما تعملش كده تاني. كلام اسلامي بحيث. هي دي الحكومه على هذا الانسان من الشريعه الاسلاميه طبعا. يعني بصراحه ما بعرف شو واحد يحكي. انا كمان شفت من الملحدين بما يسمون نفسهم ملحدين حملات هجوم علينا ومن الصلاعمه، بصراحه ما بعرف اذا بتقدر تقول شيء من القبيل هذا. في ناس يعني صيصان تقاقي حولنا، يعني لاننا يعني نروح دايركت على الهدف، ما بدنا نلف وندور. يعني محمد قزر، يعني مين عم بيقول لا تقول عن محمد قزر، يعني هاتولي اثبات انه ما هو قزر. يعني قتل الناس ما هو قزارة، اغتصاب الاطفال ما هو قزارة، شو بدكم باخلاق محمد وكل هالشيء؟ يعني انا سويتها عن اخلاق محمد حلقه، وراح نسوي حلقات ثانيه، وانتظروا حلقات اخرى، وراح نفضح الدين، وراح نكون اشد لهجه مثل ما بقولوا، خلينا ما ندخل بكلمات ثانيه، اشد لهجه من مما سبق يعني بالمرحله القادمه، وانتظرونا. جورج شو بتقول لهالناس؟ تفضل. لا أقبه بهم على الاطلاق، يعني القافله تسير والكلاب تعود. قولوا اللي انتوا عايزينه، برضه احنا ما زلنا مكملين، يعني مش هنيجي في الاخر نقف مثلا عشان انتوا مش عاجبكم، عنه ما عجبكم على فكره. احنا الهدف الاساسي لكلامنا هو نشر الفكر الحر، هو اتاحه المساحه لاي انسان يحمل اي فكر طالما هذا الفكر لا يؤذي البشريه، لا يؤذي انسان اخر، لا يؤذي مجموعه اخرى، ان يقول رايه بمنتهى الحريه. انا مع اي انسان بيقول رايه، سواء بقى كان مسيحي مسلم يهودي زفت مسيح، قول رايك طالما لا تدعو الى قتل الاخرين، طالما لا تبشر بدين عفن في المسلمين او الفكر الاسلامي ان هو يبشر بمحمد قاتل النساء، قاتل الاطفال، مغتصب النساء، مغتصب الاطفال، الداعي الى الاحتلال العالم كله ونشر الاسلام بالسيف. فانا لن اسمح لك ان انت تقول هذا الفكر من غير ما اواجهك بيه. لكن اي انسان اخر بيقول فكر حر، قول يا سيدي الفكر الحر وانت حر طالما لا تؤذي حد تاني. هتطلع بقى انت مش عاجبك ان انا بنتقد الاسلام او بنتقد محمد، عجبك هقول برضه وهتكلم مش بمزاجك. احنا لا تحكمنا. انت تفتكرش مثلا ان انت عشان ملحد مثلا هتقدر ان انت تقولي لا خلاص ما تغلطش عشان مثلا محمد يعتبر صاحبي ولا بتاع؟ لا، في 60 دقيقه I don't care. فليسمع، مش عاجبك اطلع صلح انت. فلتسمع جماعه جزيره الحيوانات، يعني شبه جزيره الحيوانات، اسف. على كل، خلينا ندخل موضوعنا يعني مشان ما نطول كمان. الموضوع بصراحة يا أصدقائي عن اليهودية، أنا وجورج قررنا نفصفص اليهودية والمسيحية، نبدأ بسلسلة من الحلقات تتكلم بالتفصيل عن اليهودية، شو هي اليهودية، خرافات اليهودية، المراحل اللي عدت فيها اليهودية، نشأة اليهودية، خلينا نقول بعدين نرجع المسيحية نفس الشيء يعني. فخلونا جورج، خلينا نبدا باليهوديه. المؤسس تبع اليهوديه او مؤسس الديانات الابراهيميه وابراهيم الخليل مثل ما بنعرف، مين هو ابراهيم الخليل؟ فصلنا فيه، تفضل. لماذا نبدا الاول باليهوديه؟ يعني لان اليهوديه هي اصل الشرور، هي بذره الشر لهذه الاديان. بعد كده يعني انت دايما احمد بيقول، وانا احب الكلمه دي جدا، ان بقيه الاديان دي هي طوائف من الديانه اليهوديه. ام هي طوائف من الديانه اليهوديه، وده حقيقي لان كلهم مبنيين على نفس فكره ابراهيم الخليل، وان الله هكلم ابراهيم، وبعد كده بدات بقى رساله ابراهيم والانبياء الذين اتوا بعده حتى وصلنا الى البدوي البصمجي الجربوع. هو خاتم الانبياء الابراهيميين. في البدايه ايه ابراهيم ده؟ مين ابراهيم ده يعني؟ اولا مفيش اي دليل تاريخي اكاديمي على وجود هذه الشخصيه، يعني كل ما وصلنا عن هذا الانسان هي مجموعه من الاساطير كتبت في هذه الكتب الصفراء اللي بيعتبروها كتب دينيه. لكن هل في اي دليل تاريخي اكاديمي؟ يعني انت مثلا معلومه عن رمسيس الثاني، في بعض الكتب الصفراء اللي ممكن تتكلم عن رمسيس الثاني، كتب الديانات وبتاع ممكن تكلمك عن رمسيس الثاني، لكن في حاجات ادله اكاديميه تقدر تشوف رسمة على المعابد، تقدر تشوف دليل أكاديمي، تقدر تستشف منه شخصية هذا الملك. لكن إبراهيم لا في مثلا حفرية موجودة، ولا في رسمة على معبد، ولا في بردية، ولا في أي حاجة خالص، هي مجرد أقاويل في كتب محدش عارف مين اللي كتبها، هي اللي حكت لنا عن هذه الشخصية.
يعني في كذا مدرسة بتحلل هذه الشخصيات. أنا مع المدرسة اللي بتقول إن هذه هي شخصيات وهمية أو إنها كانت شخصيات فعلا حقيقية ظهرت لكن أصبحت أسطورة بعد كده، أصبح يعني هو كان شخص موجود في مكان ما عمل شوية حاجات بلهاء وبعد شوية جات الناس بنت عليها على مدار مئات وآلاف السنين، بنت عليها قصص كتير جدا وحتى وصلنا هذا العفن والغراء عن هذه الشخصية. بالظبط. طبعا الإسلام ما تقدرش تعتمد على القرآن في إن أنت تستشف في شخصية أي نبي على فكرة أو رسول أو أي حاجة، لأن القرآن كتاب غير مرتب، كتاب نا ديتيلد يعني ما فيهوش أي تفاصيل عن أي حاجة، ما تقدرش تاخد منه قصة على بعضها. يعني عايز مثلا تقرأ قصة إبراهيم بتعمل إيه؟ تقعد تقرأ القرآن كله، فتلاقي بقى كل سورة فيها آيتين ثلاثة عن إبراهيم. فلو قعدت لميت كل الآيات دي وحطيتها جنب بعضها برضه هتطلع القصة ناقصة. فبتعرف منين انت القصه؟ لازم ترجع للمنبع اللي كتبت فيه القصه وهو العهد القديم وتحديدا سفر التكوين، لان هو اللي laid out the story، هو يعني حكى القصه بالتفصيل من البدايه وحتى النهايه. واحد اسمه ابراهيم، ما اعرفش حتى، ما فيش طبعا اي تلميحات عن طفولته عن شبابه، الموضوع بدا معاه وهو عنده حاجه و60 سنه مكان في العراق، وبعدين مره واحده طلع له الاله قال له يا نجم انت تبعي وانا بحبك وبتاع ويلا نعمل السبوبه مع بعض. راح ساب اهله في العراق وبعدين راح طلع على الشام وقال له بقى ايه انا هبقى اورثك الارض دي. حس كده يعني قصه تافهه، كل اللي فيها ان واحد اله بيكلمه عايز يورثه ارض قال وما اعرفش يعمل له ايه، ونسلك هيبقى قد نسل البحر. طب يا عم انا ما بخلفش، لا ما انا هبقى اديك عيل بعد 100 سنه، حاجه كده يعني لو حكيتها حتى لطفل غير منطقيه على الاطلاق، ولكن هي هذه القصه الحقيره التي بنيت عليها هذه الاديان الابراهيميه. هذا الابراهيم بقى تقعد تقرا عنه في سفر التكوين، تقرا التفاصيل حياته، تجد ان هو شخص مختل، مختل عقليا، تجد ان هو شخص سفاح، تجد ان هو يعني كل المبادئ العصر الحديث ومبادئ الامم المتحده اللي احنا بنعتمد عليها النهارده ما كانتش عند هذا الانسان. اولا كان عنده عبيد، اخته من ابوه، ساره مراته دي اخته من ابوه. عمل ايه الكابتن ابراهيم؟ قال راح قاعد هناك وقال عنده عبيد بقى وبتاع، وبعدين راح اللي حصل مجاعه فراح نزل مصر. فهو في مصر قال لك يا نهار اسود ان لو شافوا ساره الجميله دي لا مؤاخذه ايه يعملوا معاها حاجات اللي تدب، فلو عرفوا ان انا جوزها هيموتوني عشان ما ياخدوها. فراح قال لها، اتفق معاها ان هو هي تقول ان هي اخته، وكده هو قال نص الحقيقه لان هي اخته من ابوه بس في نفس الوقت زوجته، وبسببها خدها فرعون وحطها عنده. يعني تخيل معايا القصه، واحد نزل مصر، مصر دي مثلا ايه؟ مش قريه مثلا يعني، مصر دي كانت دوله عظمى كانت بتمتد من الخليج لحد ليبيا، كان حتى جزء كبير من السودان كان تابع مصر، دوله عظمى كبيره. وفرعون ده اللي هو بيتكلم عليه كان في اقصى صعيد مصر، كان تقريبا ناحيه الاقصر، وهو جاي من فوق خالص من الشمال من الشام لحد المنتدى، وفرعون يسمع عليه. يعني الموضوع ممكن ياخد سنين، لكن القصه عشان المخرج عايز كده قال لك اول ما نزلت ورجاله فرعون بالذات شافوها وقالوا انا هرسل الولاد الجميله دي هات انا اخدها لفرعون عشان لما اخذها اركبها. ده كان قاعد مثلا ما فيش نسوان في البلد وقاعد مستني الست الساره اللي عندها 90 سنه. جورج الصوت شوي صار يقطش معنا. طيب هطلع وادخل تاني. طيب اوكي. طيب اصدقائي بصراحه يعني قصه ابراهيم يعني شيء مضحك بصراحه، يعني انه اخته من ابوه كان المفروض يقول انه زوجتي، مشان انه الفرعون بلكي يقول انه هي متزوجه ما ياخذها، لكن هو قال اخته يعني مشان يعني عم بعرضها على فرعون يعني ما بعرف. تفضل جورج. هل الصوت واضح؟ الصوت واضح بعون جلدة الحنفية، تفضل حبيبي. بس فوصلنا لمرحلة ان يعني القصة نفسها، منطقية القصة، هل فرعون ده مثلا قاعد ما فيش نسوان في البلد خالص قاعد مستني الست سارة اللي عندها 90 سنة عشان ينام معاها؟ شابك جنسيا للدرجة دي مثلا وقاعد مستنيها تيجي له؟ أفكار غريبة جدا. بعدين قال لما نزلت حصل بقى اللي كان إبراهيم عايز متوقع ان هو يحصل، ان هي رجالة فرعون فعلا شافوها وراح أقول لفرعون عليها. قاعدين بقى مفيش نسوان في البلد وقاعدين بيراقبوا مين اللي جاي راكب حمار وشافوا الست الجميله عايزين يركبوها، وفرعون بسببه قال لهم ابراهيم قال لهم ان دي اختي، وفرعون بسببه راح اكرم ابراهيم، ادعى بقى اديله عبيد وجميل وجمال وحمير وجواري وبتاع
عشان يركب الست سيارات. جورج يعني هلا مثلا خليكم كل شوي منطقيين، يعني اذا هو ما بده اياها يركبها، لا يعني اذا هو ما بده اياها تروح مع فرعون، طب مو الافضل يقول انه زوجتي مع، يعني راح يقول فرعون هي متزوجه اوكي، يعني خلص في عندها زوج، في عندها اختي، معناتها هي حره، يعني ما في عندها زوج، ما في عندها مثلا بوي فريند، خلينا نقول ليش اي شيء من القبيل، يعني فمن الطبيعي يعني انه يحط عينه عليه اذا كان جميله، وكما يقولون بهالاسطوره هي، يعني ما قال لك لو انا قلت دي مراتي هيقتلوني عشان ياخدوها، وعشان كده قال ان هي اختي. جنان جنان فعلا بقى، يعني عالم مجانين، وبيحكوا لنا القصه كاننا مش شويه مغفلين مش عارفين مثلا مساحه مصر دي قد ايه عشان تتشاف فيها الست ساره في وسط الاف البشر اللي عايشين. فرعون ده اللي قاعد هيجان على نفسه، قاعد مستني الست ساره لما تبقى توصل له من الشام عشان نركبها، وحاجه عذاب. يعني قصه فعلا تافهه جدا. وبعدين في الاخر هذا الكلب اللي اسمه ابراهيم ساب مراته لفرعون يركبها عشان هو ياخد شويه عبيد وجواري وغلمان وبتاع، والمعلم فرعون بقى عمال يركب فيها. طب انت مثلا انت بتقول لنا ان انت الاله كلمك والاله معاك، طب ليه انت خايف ان هم يقتلوك؟ ما تعتمد على الهك، يعني انت قاعد في المجاعه وبتاع وجاي نازل على مصر، طب ما الهك هيحميك، ليه ما طلبتش من الهك ان هو يحميك عشان فرعون ما يقدرش يقتلك؟ ايه مش مثلا يتدخل من الاول؟ لا ده سابهم لحد ما الراجل ركبها 50 مره واداله الجمال والجواري والعبيد وبتاع، بعد فين وفين بقى لما الاله افتكر يا نهار اسود الوليه قاعده عند فرعون وفرعون نازل فيها نحت صبح وليل، طب اعمل ايه دلوقتي؟ قال راح ظهر لفرعون وقال له ما تمسش الست دي بسوء عشان دي مرات راجل صالح. طب انت يا نجم انت لسه صاحي؟ انت ما بس كنت مسافر ما خدتش بالك؟ ايه يعني استنيت كام شهر ليه؟ يعني واستنيت لغايه المصايب دي كلها ما حصلت حتى تحبل بلكي ما بتعرف. مسخره بصراحه، يعني الاساطير هي انا لا، وابو الانبياء يعني ابو الانبياء وله قدسيه شيء، يعني كل صلاه اللهم صل على سيدنا ابراهيم وال ابراهيم، وكلهم شويه عرصات شويه خول مثل ما بقول اخوتنا المصريين، يعني واحد قدم مرته لفرعون يعني حسب الاسطوره تبعتهم يعني. ف لا في حته مهمه جدا في سفر التكوين وهو بيحكي وهو بيتكلم مع ساره بيتفق معاها هذا الاتفاق الحقير، يعني بيقول لها لعل يكون لي خير بسببك وتحيا نفسي لاجلك، يعني مش بس هينجوني لا ده انا ممكن اعمل مصلحه يبقى ليا خير بسببك. فقال لهم معلش يعني تعالي عن نفسك شويه، روحي نامي مع الراجل مرتين ثلاثه، راجل قواد بيدي مراته لفرعون عشان يكسب من وراها سبوب، وقال لك انه رجع من مصر غني جدا بعدها. وهي هي 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 ابو الانبياء، يعني ابو الديانات اللي بتدعي العفه وتدعي البسطرمه، هي الشوكولاته والاكل هوا هاد، يعني تصور اذا ابوكم هيك فما بالكم بالاحفاد النبي الجربوع كما يقول نبينا قدس الله سر جلدة الحنفية، يعني قدس جلدة الحنفية سره بأبي هو وأمي جورج. طيب يا جورج خلينا نبدأ ببداية اليهودية، كيف بدأت اليهودية؟ اليهودية كدين كمعتقد كيف بداياتها صارت؟ تفضل. يقال يعني ان برضو الملامح التاريخية مش واضحة في هذه المنطقة، وكثير من المؤرخين بيعتبروا ان بني اسرائيل دول هم طائفة من الفلسطينيين، لكن غالبا كان في مشاكل بينهم وبين اقطاب الفلسطينيين، فيعني اللي هو ايه يعتبروا درجه ثانيه مثلا او حاجه، فتناسجت بقى قصص ايه مصر ومش مصر وموسى وموسى عمل معجزات ومش عارف ايه. واضح ان الديانه المصريه ليها تاثير كبير جدا في نشاه الديانه اليهوديه، واضح في افكارهم، واضح في التفكير الديني بتاعهم، واضح في الكتب بتاعتهم نفسها، يعني الخمس اصفار الاولانيين دول اللي هم المفروض اصفار موسى الخمسه، التكوين والخروج واللاويين والعدد والتثنيه، يعبأوا بالديانه المصريه. فواضح ان فعلا كان في بعض الناس من هذه من مؤسسي هذه الديانه موجودين في مصر او سمعوا عن الديانه المصريه او عاشروا المصريين بطريقه ما، فنقلوا كل الافكار بتاعه الديانه المصريه في الدين بتاعهم، فكره الاله الواحد اللي هي بدات اصلا في مصر، فكره التوحيد، وبعدين بقى فكره ايه المعابد ومعبد والهيكل والتابوت وقدس الاقداس، القدس وقدس الاقداس، هذه مصطلحات مصريه اصلا، فكره الكاهن او اسم الكاهن ما دي مصطلحات مصريه اصلا، كل دي اتنقلت بالتتابع الى الديانه اليهوديه.
لكن يعتقد المؤرخين ان الديانه اليهوديه ما وصلتش للمرحله اللي احنا فيها دي الا بعد السبي، سبي بابل. لان في سبي بابل يعني لو تقرا الاسفار الخمسه او الاسفار اللي كتبت قبل حركه السبي او قبل موضوع السبي، كان في مفاهيم كتير جدا من اللي موجوده في اليهوديه والمسيحيه النهارده ما كانتش موجوده عند اليهود، زي مثلا فكره الشيطان، فكره الملاك، فكره الاله ان هو يسكن في العلا ومحدش بيشوفه. لان في الاسفار الخمسه الاولانيه اللي هو ايه، كل شويه هو ظهر ملاك الرب، ملاك الرب ده اللي هو يقصد بيه الرب نفسه، والرب ده اللي هو ايه، اللي هو تحس ان هو واحد بس واحد كبير شويه يعني، اللي هو بينزل وبيطلع وبيحزن وبيزعل وبيتبسط وبيندم، وتحس ان هو راجل مخبول، اللي هو يقول لك ايه بنوا برج بابل، فالرب بيقول لنفسه ايه، هلوم ننزل ونبلبل هناك السنتهم، يا عم هو انت قاعد فين عشان تنزل، وبعدين لازم تنزل عشان تبلبل السنتهم، ما تبلبلها وانت قاعد فوق، ولا غرفة 60 داهية يعني، انت ايه يعني لازم تنزل مش قادر تعملها وانت فوق. فكانت الفكرة عن الاله فكرة ضعيفة وضحلة جدا، كان زي بقية الالهة اللي كانت موجودة ساعتها، اللي هي لازم تكون متواجدة جسديا مع الرعاع بتوعها. لكن فكرة الاله الاعظم بقى اللي هو يسكن السماء ومحدش بيشوفه وعنده ملائكة وعنده شياطين، والملائكة والشياطين دول بيتخانقوا مع بعض وفي حرب، هذه الافكار هي افكار من الديانة الزوروأستريان بتاعت البابليين. لما راح اليهود عند البابليين عجبوا جدا بهذه الافكار وكان عايزين يلاقوا اي حاجه تعزيهم. فليه عندهم فكره الحساب والعقاب بعد الموت؟ لان هذه الفكره ما كانتش موجوده في العقيده اليهوديه قبل السبي. ما كانش موجود فكره الحساب والعقاب بعد الموت، كان اخر حاجه توصلوا لها ان انت تموت تغور في 60 دقيقه وخلص الموضوع على كده. كنت كويس بقى كنت وحش خلاص انت غورت في 60 دقيقه وخلص الموضوع. لكن بعد كده هو هم في السبي مذلولين بقى وعبيد وبتاع، فعايزين حاجه تعزيهم، فعشان تعزي الشعب ده تقول لهم ايه، فكره حلوه جدا ان انت تقول لهم ده انتوا ليكوا الجنه بعد كده طالما انتوا بتتعذبوا في الارض، والناس اللي بيعذبوكم دول هيروحوا مكان سيء اللي هو النار او الجحيم او العذاب الابدي عشان يتعذبوا او يقدموا حساب. فكره ان الملاك والملاك بيظهر وفي ملائكه عند الرب وفي شياطين، ومين اللي بيحرك الملك مثلا هو يذلكم او يعذبكم، لا ده الشيطان هو اللي بيدخل في دماغه ويلعب في افكاره وبتاع. كل هذه الافكار هي افكار الديانه الزوروأستري. فهي الديانه اليهوديه كلها عباره عن نقش ونحت وبلاجرزم المصريه والديانه الزوروأستريان كومبايند مع بعض، فطلعوا لنا هذا الفكر المشوه اللي هو لا هو فكر مصري بحت ولا هو فكر بابلي بحت، طلع في الاخر هذا الفكر المشوه. طب بما انه تكلمنا عن جهنم، يا ريت تحكي لنا عن جذور الفكره هي، جذور فكره جهنم كيف، وشو معنات كلمة جهنم مثلا، يعني ليش جهنم مثلا، جهنم شو هي جهنم؟ تفضل. هذا المأفون المدعو محمد كان بينقل الألفاظ لأنه كان جاهل، بينقل الألفاظ زي ما هي، وفي الآخر يقول لك قرآن بلسان عربي مبين. كلمة جهنم دي أساسا كلمة عبرية، جهانة، جهانة ده كان اسم وادي خارج أورشليم، يعني كان أورشليم كانت مرتفعة على جبل وكان في وادي حواليها منخفض كانوا بيحرقوا فيه الزباله وجثث الحيوانات وبتاع. فالمعلم يسوع هذا يعني كان دايما نبينا العظيم كريستوفر هيتشنز يقول عليه أبوكاليبتيك مانياك، يعني انسان مجنون جورج منتظر النهايه. جورج ممكن ترضي ريغن يعني ما في اي مشكله. طبعا ريغن ابنه لجورج وكثير حبوه، وانا بصراحه كثير احبه لريغن، يعني اتمنى 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 يكون خير. يعني ريغن عايز يقرا اصلا جايب الكتاب بتاعه، عايز اذا بده يجي يسلم على الشباب ما في مشكله. لا هو مش موجود. اوكي تفضل. فيعني هذه العقيده اليهوديه فكرة الجهنة دي أو جهنم قالها هذا الشخص اللي كان بيقول عليه كريستوفر هيتشنز اللي هو يسوع اللي هو أبوكاليبتيك مانياك، منتظر النهاية، جاي يجيب النهاية، جاي يخلص العالم. ده حتى قال في بعض الأحاديث بتاعته إن في ناس من اللي قاعدين معايا دلوقتي هيشهدوا المجيء التاني. ده الراجل ما كانش جاي ما عارف إن هيبقى في 2000 سنة بعده، لا ده كان جاي متخيل إن النهاية بكرة، يعني النهاية قريبة جدا لدرجة إن في ناس من اللي عايشين وموجودين معاه في هذه الموعظة اللي كان بيقولها هيشهدوا المجيء التاني. فكان بيحاول يخوفهم من المجيء التاني ده ويخوفهم من العذاب الأبدي، فحاول يشبه لهم المكان اللي هم المكان السيء اللي بينتظرهم ده بهذا الوادي المدعو جهانة، اللي بيتحرق فيه جثث الحيوانات وبتتحرق فيه الزبالة، فطبعا طول الوقت النار مشتعلة وفي دود بياكل في جثث الحيوانات، فقال لهم دودهم لا يطفأ ونورهم لا تموت.
احمد لانه هو بصمجي، فاللي هو ايه راجل نحات يعني، اللي هو انت يا عم قلت جهنة، هات كلمة جهنة دي حطها في القرآن، وهو لا يعلم ان هي مش كلمة عربية، زي كلمة الفردوس. كلمة الفردوس كلمة عبرية أرامية ملهاش دعوة باللغة العربية، خدها حطها برضو في القرآن وكأنها كلمة عربية. يعني إنسان جاهل متوقع منه إيه يعني؟ راجل بصمجي جت له كلمة الفردوس افتكرها كلمة عربي حطها يا عم وسط القرآن. الفكرة نفسها جت منين؟ فكرة الجحيم أو العذاب من العقيدة الزوروأسترية، لأن هم اللي كانوا عندهم فكرة الجحيم والعذاب، إن في إله سيء يسكن في باطن الأرض اللي هو بيقول عليها الهاوية، يعبأ بيها العهد القديم والعهد الجديد معا كلمة الهاوية. الهاوية دي جاية منين؟ جاية من هذا الفكر اللي هو في باطن الأرض. هم كانوا متخيلين إن العالم الآخر هو تحت الأرض، فتحت الأرض في الهاوية دي بقى، اللي هو الواحد لما بيموت بينزل تحت الأرض، وتحت الأرض في بقى إله سيء. ده طبعا ايه برضو ده الديانه الزوروأستريه جابته من اليونانيين. اليونانيين كان عندهم الاله هيدي، هذا الاله السيء القبيح اللي شكله وحش يسكن باطن الارض، فسمي باطن الارض على اسمه. دي ترجمت بالعربيه الهاويه. حتى في الهاويه وما الهاويه وما ادراك ما الهاويه امه خاويه. بالانجليزي حتى كلمه هيدي يعني قبيح جدا، يعني لما تلاقي عايزين يقولوا على واحده قبيحه يقول لك اجلي، لكن لو عايزين يمعنوا في القباحه يقول لك هيديس. بس يعني ايه؟ شبه هيدي، قبيحه جدا، شبه الاله هيدي. ومنها جت كلمه الهويه. ومحمد برضو اللي هو ايه عبي يا عم، عبي له واديله في اي حاجه، انا مش دريان الراجل بحاجه، عمال يسمع اليهودي يقول لك الهويه الهويه، خلاص هات الهويه برضو، نحط الهويه بالمره، انا احنا دريانين بحاجه، حط يا عم وخلاص، عبي له واديله، واديله اي حاجه تسندوتش. هذه هي فكرة الجحيم في اليهودية. هو بصراحة محمد كمان كان أخذ نفس الفكرة، أنه الحياة أو الوجود لن يبقى بعد كثيرا، يعني قال أنه بينه وبين الساعة كأصبعين ولا هاتين، بعثت أنا والساعة كهاتين وأشار بإصبعي السبابة والوسطى. وما زال 1500 سنة من بعد هالجربوع هذا عايشين الناس وما صار شيء. وحتى في بعض الأحاديث إنه إذا شب هذا الطفل، يعني إذا الطفل هذا شب بيكون، يعني يا ريت المؤمنين بهالخرافات هي بس يفكروا فيها، لو كان نبي من عند الله مثلا، ولا يعني كان أقل شيء تنبأ، مو تنبأ، ما بدنا يتنبأ بالمستقبل، ولكن لا يقول أشياء غير صحيحة. يعني فكل دليل يعني يفلق الصخر، ولكن عقولكم أقسى من الصخر يا جماعة، فكروا شوي. جورج، خلينا نروح على الظروف التاريخية والسياسية اللي نشأت فيها اليهودية إذا أمكن، يعني نشوف كيف، شو كانت الدول موجودة مثلا، صارت حروب، أشياء من القبيل هذا أثرت على خلينا نقول طرح الأفكار اليهودية أو نشأة الأفكار اليهودية. تفضل. المشكلة إن إحنا زي ما قلنا في البداية إن مفيش أي أبحاث أكاديمية أو مفيش حاجة أكاديمية. مرة تانية يا ريت كمان تمام. طيب أصدقائي، أنا راح أفتح السكايب حالا وبتمنى مداخلاتكم. طبعا اليهودية طويلة، رح نتطرق للخرافات الموجودة باليهودية، رح نتطرق لكل بالتفصيل، يعني بنحاول نكون ندخل باليهودية بالتفصيل. تفضل جورج، أظن نسمعك. الله تفضل. الصوت واضح. تمام. المشكلة أن هذه العقيدة نسج حولها الكثير من الخرافات والأساطير لدرجة أن ضاعت الحقيقة. ما فيش أي حاجة أكاديمية تقدر تمشي وراها تتتبعها عشان تعرف أصل هذه الديانة أو أصل هذه الظروف السياسية اللي كانت محيطة. هي مجموعة من الأساطير والخرافات اللي تجمعت مع بعض على مدار مئات السنين فأنتجت لنا هذه العقيدة. لكن يعني اللي هو إيه، الحاجات الأكاديمية بسيطة جدا. في مثلا ملك مصري عمل حملة على هذه المنطقة وذكر في بعض الرسائل بتاعته شعب اسمه عبرو اللي هم العبرانيين، وقال ان هو يعني طلع دين ابوه، يعني ده يعني بهدله. فهي دي الحاجات البسيطه جدا الاكاديميه اللي تقدر تمشي وراها وتحاول تتتبع اي شيء، لكن فعلا ما فيش خيط واضح تقدر تتتبع بيه نشاه هذه الديانه او نشاه هذه المجموعه. الحقيقه ان كان في الوقت اللي نشات فيه هذه الديانه
كتير جدا مستقره. مصر مثلا كانت دوله عظمى، كان في حضارات في الشام وبابل والحضارات الرومانيه وبتاع، فكان يعني العالم كان مليان بحضارات كتير وافكار كتير واديان كتير، وفي الاخر نشا هؤلاء الرعاع في هذه المنطقه الصحراويه، وزي ما يقول نبينا العظيم كريستوفر هيتشنز، الاله لما حب يكلم الانسان اخيرا بعد صمت 190 الف سنه ما لقيش الا هذه المنطقه العادمه من العالم، المنطقه الصحراويه القاحله المتخلفه، وهؤلاء الرعاع اللي ما طلعش فيهم مثلا فيلسوف او عالم او اي حاجه، لا يعني نقى اغبى تجمع اوسخ ناس في اوسخ منطقه، معظمهم رعاة غنم، معظمهم جهله ما بيعرفش يقروا ويكتبوا، وساب مثلا يعني مثلا الاله اللي عايز يوصل رساله الى العالم بعد صمت دام 190 الف سنه. هل مثلا ما قدرش ينقي الحضاره المصريه، الحضاره الصينيه، الحضاره المايانز؟ مش قادر ينقي اي حضاره يوصل رسالته بيها للعالم، على الاقل الناس دي تعرف تكتب اللي هو بيقوله؟ راح منقي هذا المأفون المدعو ابراهيم عشان يوصل رساله العالم عن طريقه، وبعدين ياخد نسله ويعملهم الامه المختاره. مختاره ليه يعني؟ يعني ايه اللي كان في هذه الامه عشان تبقى امه مختاره؟ مجموعه من رعاه الغنم بس فعلا، يعني انا مش بعيب فيهم، لكن دي فعلا حياتهم. يعني العهد القديم كان بيقول لك الناس دي شغلانتها رعي الغنم، هم مجموعه من رعاه الغنم فقط. ابراهيم كان راعي غنم، لوط كان راعي غنم، اولاد ابراهيم كانوا رعاه غنم من بعده لحد ما دخلوا مصر كانوا رعاه غنم. فيعني ناس في بيئه بدويه قاحله كل اللي بيعملوه في حياتهم ان هم ياخدوا شويه الغنم ويطلعوا يسرحوا بيهم على الجبل عشان الغنم ترعى. بس ما لقيت هي دي الامه اللي انت اخترتها عشان تمثلك على الارض وشعبك المختار. ده انت اله غبي جدا فعلا، يعني مش لاقي امه افضل من كده شويه. المشكله لحد الساعه هي يعني حتى مثل الطائفه اليهوديه الكبيره مثل المسلمين يعني يتباهون برعاة الغنم، انه نبيهم كان راعي غنم كمان يعني. فرعاة الغنم يحكمونكم بس يا ريت توضح لي شو هي فكره شعب الله المختار، يعني ليش هن شعب الله المختار يعني؟ البدو هذول القصه ترجع تاني لهذا المحتوم المدعو ابراهيم، ان هو قال لهم ان انا الرب قال لي ان انت من نسلك سانشئ امه، والامه دي هتبقى امه عظيمه وهيكونون شعبا لي وانا هبقى معاهم طول الوقت، وقطع عهدا بينه وبين ابراهيم ان هو هيخلي نسله امه عظيمه وتتبارك فيها جميع شعوب الارض. يعني اللي هو لما مؤاخذه ايه، هيبقى هم ذا بيج جاي اون ذا بلوك، العيل اللي هو اللي واخد بشلتين في وشه واقف على الناصيه ومفيش حد قادره، عشان هو معاهم، هذا الاله المعتوه اللي اسمه يهوه هو معاهم. فبداوا يشيعوا هذا الفكر وينشروا هذا الفكر ان هم شعب الله المختار، وبداوا ينسجوا القصص الوهميه والخرافيه ان هم لان هم شعب الله المختار، الله ده بقى واقف معاهم وبينصرهم على الامم الاخرى. وتلاقي بقى العهد القديم يعبأ بهذه القصص، يمتلئ العهد القديم بهذه القصص اللي ازاي بقى شعبه المختار ازاح من امامهم شعوب واباد من امامهم ممالك وعظم شأنهم جدا. وترجع تدور تاريخيا ووثائقيا هل الكلام ده كان حقيقي؟ لا، عمر المنطقه دي ما كان فيها امه عظيمه او مملكه عظيمه اسمها مملكه اليهود. كتير يعني كل الحاجات البسيطه اللي متسابه بعد كده تقول ان هم كانوا ايه، يعني بمبدا النهارده مثلا او بفكره النهارده دوله صغيره زي جزر القمر كده مثلا، هي دوله صغيره عدد سكانها قليل جدا، موارد محدوده جدا، بس هو ده كل اللي عندهم. يعني هو بقى يقول لك داوود وسليمان وما اعرفش ايه، وكانوا امه عظيمه، وكان ما اعرفش مناسبين مين، واولاد الحاج ابو سريع وجنجل والنفاش. الشغل الايه النفخ في الاساطير ده، نسج الاسطوره حوالين فكره صغيره جدا. وظهر بقى فكره شعب الله المختار، وان احنا شعب الله المختار، وان احنا الله بيبدينا على الامم الاخرى، وسيطرد من امامنا شعوب اخرى، وتحول يهوي من اله الى سمسار اراضي بيطرد الناس ويقول له تعال انت يا نجم تسكن هنا. وقال ايه، قاعد مع يشوع بيبقى بيقسم الخريطه، سبط بنيامين تسكنه في الحته الفلانيه، وسبط لاوي تطرد الناس الفلانيين وتسكنه مكانهم، وسبط يهوذا تطرد فلان وتسكنه مكانهم. قاعد سمسار اراضي الراجل. وبعدين الاوامر مش ان هم مثلا كانوا يطردوهم اللي هو يمشوه، لا، تحرق المدينه بالنار، تقتل جميع الناس حتى الحيوانات تقتلها، ابادات جماعيه. هذا الاله المعتوه الشعب، عشان الطريقه اللي توصل بيها ان هو يلاقي لهذا الشعب حته ارض يقعدوا فيها، كان هو يبيد شعوب من امامهم، يبيد شعوب كامله
يبيد شعوب بأطفالها بنسائها بحيواناتها، حتى الحيوانات قتلوها في غزوة أريحة، قتلوا الحيوانات، حتى الحيوانات قتلوها. وبعدين يقول لك إيه يا هوي؟ لا تأخذه، لا تأخذك بهم شفقة، لا تشفق عينك، يعني حتى لو أنت كإنسان إنسانيا صغير بيرضع بيبقى جواك، يعني لو أنت إنسان فعلا وتتمتع بالإنسانية بيبقى جواك شوية شفقة. يا هوي قال لهم لا، لو جاء عندك النغزة الإنسانية دي إن أنت ما عندك شفقة، لا تشفق عينك، أنا الإله بقول لك ما تشفقش على هذا الطفل اقتله. ويجي النهارده يقول لك الأديان الإبراهيمية ورحمة للعالمين، فين يا جدعان الرحمة للعالمين؟ هذا الإله المعتوه فين يعني؟ هذا الإله اللي بيقول لإبراهيم روح اقتل ابنك عشان أنا بختبرك. إيه يعني؟ إيه الجنين ده؟ يعني واحد رايح يقتل ابنه؟ تخيل أنت عشان الصبح تصحى تاخد بنت من بناتك ومراتك بتسألك أنت رايح فين؟ لأن دي القصة دي حصلت بالترتيب ده. سارة بتسأله أنت رايح فين؟ تخيل أنت راح لا ما تشغليش بالك انا راح اتبعه وجع السريع. يعني لم يكن هذا جنان فما هو الجنون يعني؟ انا بس بدي اسالك جورج، يعني بصراحه مساله الشعب الله المختار وهل يعني اليهوديه اثرت في العالم كله، يعني هذا شيء واضح يعني من خلال المسيحيه والاسلام. جماعة البدو هدول اللي ما عندهم شيء يأكلوه كانوا، اللي ما عندهم شيء يلبسوه، حتى معتمدين على يعني تقدموا المواشي هاي مثلا حليب ولحم وأشياء هيك يعني وجلود وهالشغلات هاي. ما بتلاحظ انه النفسية او خلينا نقول عقدة النقص هي اللي جعلت انه يبنوا لنفسهم هالة كبيرة انه هن المختارين وهن، وحتى محمد يعني محمد كان كلنا بنعرف انه ما هو محمد بن عبد الله اللي يشرحوه بكتب التاريخ اللي هو قثم ابن زنا وابن وكان وضيع اصلا في قريش، يعني حتى ساوى لحاله هالهالة هي. برايك يعني انت، ما بعرف انا طبعا قراءاتي بعلم النفس محدودة طبعا، أنا آخر كتاب قريته 2010 كان صراحة يعني بعلم النفس. فأنت كونك طبيب شو كيف تحلل هالنقطة هاي بالذات؟ تفضل. جميع أولياء الأنبياء هم مجموعة من المرضى النفسيين اللي كان المفروض أن هم يوضعوا مصحات الأمراض النفسية، لكن للأسف الشديد لأن في هذا العصر الذي ظهر فيه هؤلاء المعتيه والمرضى النفسيين لم يكن هناك مصحات نفسية، خرجوا علينا كأنبياء وصدقهم الناس كأنبياء. كل الفكرة ان فعلا هم مجموعة من المرضى النفسيين اللي عندهم بقى نقص، عندهم مشاكل نفسية، عندهم سادية. يعني واحد زي محمد مثلا كان سادي جدا لدرجة ان هو مش على الطرق وقال لك ان في ناس جابهم يموتوا في الحر. يعني في ما هذه السادية؟ يعني انت حتى لو انت عدوك وعايز تقتله بتدور على ابسط طريقة رحيمة تقتله بيها، تقتلوش اصلا، لكن لو هتقتلوا بتقتلوا بارحم الطرق. الدول الحديثه النهارده، الدول المحترمه في قانون الجنيفا، جنيفا كونفنشنز، جيش زي الجيش الامريكي او الجيوش الاخرى، الجنيفا كونفنشنز دي او هذا القانون اللي اتفقوا عليه كلهم في جنيفا، ان انت لو في اسير في الحرب تمت اصابته وما ماتش وانت قبضت عليه، واجب عليك، بل مش بس واجب، الزاما عليك انك تعالجه، الزاما عليك انك توكله وتشربه وتوفر له الحمايه عشان انت قبضت عليه حي. لكن محمد كان بيقبض على الناس احياء ويخرم عينيهم ويسيبهم يموتوا في الحر. يقول لك ايه؟ اصل هم خانوا العهد. ولنفترض يعني الجيش الامريكي مثلا لما يكون واحد خان العهد ناس رايحين يحاربوه بيموتوا بعض. لو قبض على اسير القانون يحتم عليه انه يقدم له الاكل والشرب والعلاج. فيعني هل مثلا اخلاق الامم المتحده واخلاق الناس اللي كتبوا جنيفا كونفنشنز احسن من اخلاق رسولكم البدوي البصمجي؟ طبعا. هل هي احسن من اخلاق الهكم المتخلف؟ اكيد بلا شك، لانه اله معتوه. الاله اللي يطلب من انسان انه يقدم ابنه ذبيحه اله معتوه. هو فكر معتوه بصراحه، يعني مثل ما ذكرت يعني هو جاي من ناس اصلا عندهم عقده النقص هي ويعني طبقوه على البشر كلهم، وقتل الاطفال يعني عندهم شيء طبيعي. حتى محمد يعني في حديث بيقول واطفالهم يا رسول الله، قال وهم منهم يعني ويتفاخرون بذلك. للاسف الشديد يعني اطفال، تصوروا اطفال
وبجيك فيلم الرسالة بيقول لك لا تقطع شجرة ولا تقطع بطيخة ولا تقطع، يعني بتضحكوا على مين؟ يعني للأسف الشديد شيء مخزي، شيء مخزي إنه شبابنا الموجودين اللي عم بيقتلوا بعضهم إنه ما بيفكروا لحظة واحدة شو هالخرافات، نحن ليش عم نتقاتل؟ ليش عم هذا ابن بلدي؟ شفنا 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 على الشاشات طالع كبده ولا قلبه عم ياكل على الشاشات، يعني عم بيتفاخر انه اكل من الحقد، هذا الحقد الاسود اللي زرعه هالدين هذا القذر فينا للاسف الشديد. طيب جورج، انا بدي بهالحلقه هاي، بعدين بحلقات اخرى ممكن نتطرق للخرافات للاشياء هاي الموجوده في اليهوديه، بدنا اهم المراحل اللي عدت فيها اليهوديه. خلينا نقول تفضل. اليهودية عدت في المراحل البدائية اللي هي اللي احنا مش عارفين هي بدأت امتى، بهذا الشعب تجمع بطريقة ما وعملوا لهم هذا الدين بطريقة ما. أكبر محطة في حياة هذا الشعب هو محطة السبي، لأن هي دي اللي كملت فكرة الديانة كلها على بعضها، ويعني عملت بقى هذه الهالة حوالين هذا الدين، ودخلت فيه كل أفكار بقى الملائكة والشياطين والحياة الأخرى والعذاب والعقاب والملكوت وبتاع، كل ده دخل فيه وقت السبي هم بعد السبي. بعد كده هذه الامه رجعت تاني، داريوس رجعهم تاني لهذه المنطقه وبنوا لهم الهيكل وبتاع. طلعت بقى الكثير من الطوائف اللي في هذه الديانه عندها افكار مختلفه. الصدوقيون مثلا لا يؤمنوا بالحياه الاخرى، مش عارف الفريسيين، الكتبه، كل بقى هذه الطوائف اللي طلعت كل طائفه عندها فكر اخر. وبعدين طلع الاسينيين اللي هم بسببهم جه هذا المعتوه اللي اسمه يسوع، لان غالبا يوحنا المعمدان كان من الاسينيين، وهذه الكتابات اللي في وادي قمران عن الاسينيين والفكر بتاعهم والمعموديه وكل هذا الكلام، الى ان تم تدمير الهيكل في اورشليم سنه 70 ميلاديه على يد تايتس فلافيوس وعائله الفلافيانز. لكن كيف ظهرت هذه الديانه بقى على العالم كله؟ كيف انتشرت بهذه الطريقه؟ وكيف وصلت المسيحيه اللي هي بنت الديانه اليهوديه ان هي ديانه تسود العالم؟ الامبراطوريه الرومانيه، انا معجب جدا بهذه الامبراطوريه، واللي يقرا تاريخها يفهم اللي احنا فيه دلوقتي ده سببه ايه. اصابعها موجوده في كل شيء حتى يومنا هذا، يعني حتى النظام البنكي اللي احنا بنتبعه النهارده هو من فكر الامبراطوريه الرومانيه، النظام التمثيلي، نظام المجالس الشيوخ والمجالس المحليه وكل الكلام ده فكر الامبراطوريه الرومانيه. اللي حصل ان الجماعه دول كانوا عاملين قلق في المنطقه، وهم قاعدين مستنيين ده اللي هو مستنيين المصايا اللي يجي يخلصهم من حكم الرومان. كل شويه والتانيه يطلع لهم مصايا، قاعد على الكوبري يروح لامن شويه يعملوا ثوره، ترجع الامبراطوريه تطلع قاعدين ابوهم يخمدوا الثوره، يطلع بعدها بعد 4 5 سنين واحد تاني يعمل ثوره. بدا اليهود ينتشروا في شتى بقاع الامبراطوريه لدرجه ان كان في يهود يعيشوا في روما نفسها. ففي الاخر توصلت عائله الفلافيانز ان هو لازم يعملوا حد لهذا فكر المصايا، ويقول بعض المؤرخين زي جوزيف اتول ان هم اخترعوا لهم فكر المصايا المسالم اللي هو يسوع، ان هو مسالم ويحب الامبراطوريه ويقول اعطي مال قيصر لقيصر وما لله لله، عشان يقول لهم خلاص المصايا اللي انتم مستنيينه اهو جه اهو، بس بيقول لكم رموه حلوه فما تاكلوش دماغنا بقى، ما تقعدوش تعملوا ثورات. وبعدين اللي كان ينظر للمسيحيين الاوائل على انهم طائفه من اليهود اللي كانوا منتظرين المسيح، وسميوا مسيحيين لانهم منتظرين المسيح، لم يكن يسموا اليسوعيين مثلا على اسم هذا الكائن يسوع، كانوا يسموا المسيحيين لانهم ينتظروا المسيح. في الـ في الـ في الـ في سنه 300 حاجه اعتنق الامبراطور قسطنطين الديانه المسيحيه لاسباب سياسيه، لانه كان مطرود من روما، وكان في حاكم روما كان حاكم مختلف عنه ساعتها، وحصلت الحرب بينه وبين هذا الحاكم. كان في ساعتها في الجيش بتاعه ضباط كتير مسيحيين، فكان عايز ان هو يكسب ولائهم ليه، فقال لهم ان هو اعتنق الديانه المسيحيه عن طريق ان ظهر له صليب في السماء وراح راسم الصليب على الدروع بتاعتهم وبتاع، هذه القصه الوهميه. ولاء هؤلاء الضباط وانتصروا، بقى هو حاكم روما الاعظم، وامر ان المسيحيه تكون دين الدوله الرسمي. وبناء عليه انتشرت المسيحيه بحد السيف. على فكره الناس فاكرين المسيحيه انتشرت بالسلام مثلا حاجه، لا،
روما نشرت المسيحيه، ومش بس المسيحيه كطوائف مختلفه، لان لحد سنه 300 حاجه كان في 50,000 طائفه، ومحدش عارف، محدش كان عارف انهي كتاب، اي انجيل هو الانجيل الرسمي، واي انجيل هو الانجيل مش رسمي. كل الكلام ده كان يعني ايه، كانت هي طوائف كتير جدا في هذه المنطقه. كونستانتين هو اللي حدد ان هذه الطائفه هي الطائفه التي تغلب، وكان في بقى الدرويدز والناس كتير جدا اللي هو بقى ايه طلع بقى وراهم وبقى يقتلهم في فرنسا، واي حتى طائفه اخرى كان بيمحوها حتى لو مسيحيين، لكن مخالفين للطائفه بتاعته كان بيمحوهم من على الوجود. وروما هي اللي نشرت المسيحيه لحد السيف، عشان كده بقت المسيحيه اكبر ديانه في العالم، لان روما الامبراطوريه العظمى هي اللي اخذت على عاتقها ان هي تنشر هذه الديانه. فانتشرت الديانه المسيحيه وبقت افضل اكبر ديانات. طلع طبعا كابتن محمد في سنه 600 وحاجه، الراجل بقى لا دريان بقى روما ولا مش روما ولا فاهم اي حاجه، ليه بقى شويه اليهود والمسيحيين؟ قال لك يا نجم احنا دلوقتي عايزين نعمل دين، هل نبتدي من سكراتش، نبتدي من ولا حاجه ولسه بقى اقعد الف وبتاع؟ لا انت عندكم. وقع بقى في ايده التلمود على العهد القديم، على انجيل الطفوله، على اي حاجه بقى في اي حته، خد بقى وانقش بقى وحط زي ما اي حاجه نيجي في ايده راح حاطه، انجيل الطفوله راح حاطه، القصص من التلمود يروح حاططها، ما يفرقش بقى معاه، دي اساطير، دي حاجات رسميه، دي حاجات فرعيه، هو الراجل مش دريان بحاجه، عمال يحط لهم يعبلهم وخلاص. هذه العقيده اللي هي تعتبر بنت العقيده اليهوديه، هذه العقيده السامه التي تسمى بالاسلام. هذه العقيده القذره، هي العقيده المدمره للاوطان للاسف الشديد. انا بس كان في عندي سؤال ثاني يا جورج، يهود خيبر، يهود بني قريظه، بني قينقاع، هذول صاروا عرب وصاروا يتكلموا باللغه العربيه، شو وصلوا، شو كيف وصلوا للجزيره العربيه؟ اليهود هم عائله مغلقه جدا، يعني ده اللي برضو ايه اللي المسلمين مش فاهمينه، وحتى محمد نفسه ما كانش فاهمه في القران، يقول لك ايه لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. على فكره لن تقابل يهود في يهودي في حياتك يبشرك بالديانه اليهوديه، لن تجد ذلك، يعني لان هم عائله صغيره جدا، محدوده جدا، صغيره جدا، وما بيقبلوش حد من بره. يهودي مثلا ممكن يقعدوك سنتين ثلاثه بيختبروك عشان يعرفوا هل انت يهودي صادق ولا لا، وممكن في الاخر يرفضوك، هم مش عايزين حد في وسطهم. هي عائلات صغيره جدا، وحتى يعني ايه بيتبعوا شجره الانساب بتاعتهم، يعني هتلر عرفهم منين؟ لان هم ليهم شجره انساب. اللي يدخل عليهم ما بيقبلوش حد من بره يدخل هذه العائله. ولحد فتره قريبه جدا ما كانوش بيتجوزوا من بره، كانوا بيتجوزوا من بعض. هي عائله مغلقه جدا. ازاي وصلوا لشبه الجزيره العربيه؟ هم وصلوا لمناطق كتير جدا، لان حصلت ثورات كتير جدا، وحصل غزو كتير جدا لاراضيهم ولمملكتهم وللناس وللشعوب بتاعتهم والشعب بتاعهم، فاتفرق منهم ناس كتير، راحوا الجزيره العربيه، راحوا مصر، راحوا لحد المغرب كان فيها يهود، لحد روما كان فيها يهود. فهي عائله، ولكن ما زالوا يعني حتى لما راحوا سكنوا هناك فضلوا عائلات مغلقه، ما بيتجوزوش من حد تاني، قافلين على بعض، قاعدين مع بعض في السلام في حالهم. عندهم فكر، لان هم دايما كانوا بيهاجموا اقتصادي، ان احنا نعمل فلوس بس. ولحد النهارده هتلاقي العائلات اليهوديه من اغنى العائلات، لان هم فعلا الاضطهاد اللي وقع عليهم في زمن طويل جدا خلاهم عايزين يعني يحملوا ما خف وزنه وثقل ثمنه، عشان كل شويه يطلع ملك في اوروبا يجري ورا اليهود، احنا مش عارف بس حصل وباء اليهود هم اللي السبب فيه، اجري ورا اليهود موتهم. ملك مديون ليهم بحاجه، اجري ورا اليهود موتهم. المسلمين في الشرق الاوسط اجري ورا اليهود وموتهم. عشان كده بقوا اغنياء، بقوا بيشتغلوا في الحاجات الغاليه والصغيره. هي فكره كثير واقعيه، انه تحليل كثير واقعي، وهو هو الواقع، يعني ما خف وزنه وغلي ثمنه، مشان لما بس صارت نحطه نهرب، يعني هي القصه كلها. كان عندي سؤال، وين صار طيب، ما بعرف، انا في ناس اعترضت على كلمه شبه جزيره الحيوانات. انا اذا في عندك اي تعليق، انا عندي تعليق بسيط، وما بعرف اذا في عندك تعليق ممكن نختم فيه. خلينا نقول يعني انا عايز اللي بيعترض قبل ما يعترض، يعني بلاش العصبيه القبليه. احنا دلوقتي نعيش في عالم يبعد بقى عن موضوع القبليات والعصبيات، وانت بقى منين وانا منين، وبلد احسن من بلدك، وناس احسن من ناسك، وجدي احسن من جدك، خلاص العالم بقى قريه صغيره دلوقتي.
والانساب اختلطت والناس كلها بقت بتتجوز من بعض وبقى في اختلاط كبير جدا. وعلى فكره الانسان في يومنا هذا اذكى بكتير جدا من الانسان في العصور القديمه، لان فكره الاختلاط الانساب دي بتخلي الانتخاب الطبيعي يكون يتم بطريقه افضل. يعني لما تلاقي واحد من الشرق الاوسط يتزوج واحده اوروبيه او روسيه او 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 بيحصل هذا الاختلاط في الدي ان ايه، وبينتج عنه نسل افضل. لكن في العصور القديمه العائلات اللي كانت تسكن في مكان واحد والتزاوج بيبقى جوه نفس العيله ويفضل نفس الكلام ماشي بنفس الطريقه، بتفضل الصفات الوراثيه تنتقل من جيل الى اخر ومن مجموعات قريبه من بعضها. عشان كده تلاقي الاماكن مثلا اللي بيتزوجوا فيها الزواج الاقارب تلاقي يقصر فيها المتخلفين عقليا فكره. فسيبك بقى من حكايه الانساب والقابليات والعصبيات، احنا نعيش في عالم مفتوح الان. اطرح عصبيتك وقابليتك جانبا واقرا كتاب تاريخ محترم، بص نظره تاريخيه على هذه المنطقه، نظره محايده، هتلاقي فعلا الناس اللي عاشوا في هذه المنطقه قاحلين جدا في كل شيء، قاحلين في العلوم، قاحلين في الثقافه، قاحلين في الحضاره، قاحلين في الاكل والشرب. يعني فعلا ناس تعيش ظروف صعبه جدا، فكانت النتيجه ان هم اصبحوا قساة جدا، بقوا يعني يتمتعوا بقسوه شديده لان البيئه بتاعتهم بيئه قاسيه جدا عليهم. فاصبحوا ناس قساة جدا، ناس متخلفين واقع، لان الناس دي ما كانتش بتختلط باي حد خالص. يعني مثلا منطقه البحر المتوسط مثلا كان الناس المراكب رايحه جايه، القوافل رايحه جايه، الافكار بتتبادل. مكتبه اسكندريه مثلا كان مليانه بكتب من ايران تلاقي، من اوروبا تلاقي، من اليونان تلاقي. لهذه الافكار وكل ما الافكار تختلط يبقى فيها فرصه ان انت تعمل تخلق اكتر او ان انت تطور الفكره. لكن ناس عايشين في منطقه صحراويه ما حدش عايز يتعامل معاهم اصلا. ايه الافكار اللي كانت عندهم؟ ايه الفكر ايه المنهج الثقافي بتاعهم مثلا؟ ايه المنهج السياسي بتاعهم؟ شيخ القبيله والقبيله بس هو ده المنهج السياسي. هل مثلا كان في مجلس تمثيلي مثلا زي مجلس الشعب بتاع اليونان؟ اليونان على فكره عندهم مجلس شعب من سنه 1000 وحاجه قبل الميلاد، قبل الميلاد كان عندهم مجلس شعب ومجلس شيوخ وبتاع. روما كانت ريبابليك، كانت جمهوريه قبل الميلاد 500 600 سنه قبل الميلاد، كانت جمهوريه كان يحكمها الجمهور زي الجمهوريه بتاعت النهارده. فالناس دي كان عندهم تطور ثقافي رهيب جدا وتطور حضاري. اقفل شبه جزيره اي حاجه بقى، مش عايزين نقول بلاش الحيوانات، شبه جزيره هؤلاء الناس اللي هناك، ايه اللي كان عندهم؟ ايه مثلا منهج الحكم بتاعهم؟ واظن شبه جزيره البتاع قلت عادل امام، يعني هن اللي اخروا البشريه. يعني انا اتصور لولا الدفع الغزوات الاسلاميه هي اللي احتل شمال افريقيا والشرق الاوسط كامله، كان الجمهوريه الفكر الروماني خلينا نقول الانتخابات صحيح كانت للبرجوازيين للكبار مثلا، كان انتشر رويدا رويدا، يعني كان تطور اقل شيء. ولكن طبعا مهاجمة هؤلاء الرعاع المسلمين للدولة الرومانية خلاها تفكر بالحروب وفقط بالحروب وتمسكت بالدين أكثر، فيعني كتحليل. وعلى فكرة كمان بما أنه أنت قلت صحراء، يعني وحتى دليل على ذلك يعني هو بلاد قحط، يعني حتى في بني قحطان منهم، يعني فتصور حتى أسماء من القحط، يعني من ما في، يعني من الصحراء الجافة للأسف الشديد. وبعدين شغلة تانية، يعني خلينا نكون واقعيين اليوم، يعني نحن ما لنا ضد شعب معين، ما لنا ضد فئة معينة من الناس نهائيا نهائيا، ولكن لما نشوف مثلا اللي نفذوا حادثة 11 سبتمبر 11 أيلول، الأغلبية هم من هالشبه الجزيرة هاي. اليوم المجاهدين اللي عم بيقطعوا الروس في بلدي انا في سوريا، الاغلبيه من هالبلد من شبه الجزيره هي. الموجودين في العراق اللي عم بيدمروا العراق كمان الاغلبيه، داعش اغلبيتها من السعوديين. يعني خلونا نكون واقعيين، طيب يعني لو لم يكونوا شبه جزيره حيوانات كان صدروا لنا هالفكر الارهابي هذا. يعني السعوديه هي الدوله و تدعم كل المدارس الشرعيه ان كان في كل بلاد العالم تقريبا، يعني بسوريا بالعراق بمصر بكل اخوان مسلمين مدعومين من السعوديه، يعني كل هال طيب شو نسميهم؟ يعني هاتوا لنشوف.
يعني هل الواحد يكون غلط لما يحط اصبعته على الجرح يعني؟ ده اللي احنا بنعمله. احنا يعني انا مثلا كثير من المفكرين السعوديين ناس محترمين جدا، يعني زي عبد الله القصيمي، زي الانسان الرائع المحترم رائد بدوي، هؤلاء المتنورين راسهم في الرمل. يعني عبد الله القصيمي قال العرب ظاهره صوتيه، الراجل كان بيحط ايده على الجرح فين؟ ده انسان عايز يطور بلده، عايز يطور ناسه، مش بيقعد يقول لهم لا لا ده انتوا حلوين، ده انتوا نسل مش عارف مين، ده انتوا من نسب مين، ده انتوا المفروض تفتخروا، ده انتوا خير امه اخرجت للناس، مش بيديهم حقن مورفين. كان بيدور على الجرح فين؟ بيدور على المشكله فين؟ ده هذا الانسان المتنور، راجل محترم، رائد بدوي، راجل محترم. المفروض ان كل المتنورين والملاحده السعوديين يعملوا نفس الكلام اللي عمله عبد الله القصيمي، يعملوا نفس الكلام اللي عمله رائد بدوي، بدل ما تقعد تهاجم الناس اللي بتحاول تشاور لك على الجرح فين. انت ده دورك انت كمتنور، خرج من عباءة الإسلام وعباءة التخلف. ده واحد دورك أنت كواحد خرج من هذه الثقافة المنحطة واطلع على ثقافات العالم المتحضر وعايز بلده تبقى متحضرة زي بقية البلاد. لأن حقن المورفين دي مش هتوديك في حتة، هتخلي الناس ما زالوا مجتمع في المجتمع المغلق بالثقافة المغلقة بنفس التخلف. الإسلام والحجاز الاثنين بيقووا بعض، لأن الإسلام هو نتاج الحجاز. والحجاز اصبح عبد للاسلام، فالاثنين قفلوا على بعض في هذا الصندوق المتعفن. ده بيخلي ده شرير وسيء، وده بيخلي ده مش عارف يطلع من الشر والسوء. بالضبط بالضبط جورج. طيب جورج انا بتشكرك كثير حبيبي على اللقاء الرائع هذا بصراحه يعني، وانا يعني انتظر الوحي، وانا بابي وانت وامي يا رسول الجلده. يعني انا كثير سعيد فيك بصراحه، انا يعني ارقص فرحا واكاد اجهش بكاء بلقائك الرائع يا نبينا. كلمه اخيره بتحب تقولها بهالحلقه؟ تفضل. ساقول الدعاء الشهير، اللهم جلدة الحنفيه اني داع فامنه، اللهم انصر الملحدين والالحاد، اللهم افتح لهم البلاد، اللهم انصرهم على يعفور ومنذره واصحابهم الاوغاد. اللهم جلدة الحنفية يمين. رزازك رزازك يا نبينا رزازك. وتحية كبيرة لكل اللي بيسمعنا وكل الناس المتنورة والعقلاء، ونحن معا يعني نحن معا يعني ندعم بعضنا حتى نصل في يوم من الأيام إلى الحلم الجميل، حلم الدول المتحررة، الدول المتقدمة في المناطق المتخلفة في الشرق الأوسط. بكل تأكيد نبينا، بكل تأكيد. أصدقائي أنا بشكركم كثير، وطبعا موعدنا بعد 4 ساعات مع كافرين زنديقين قبطانين هما أحمد دنانة وإسلام حمدي، فكونوا معنا. وأنا بتمنى مثل ما قال نبينا سامي الديب تنشروا الفيديوهات حتى تصل المعلومة لأكبر عدد من الناس، ونقدر ننقذ أهالينا من هالانحطاط الموجودين فيه. طبعا أنا ونبينا نبي جلدة الحنفية قدست الجلدة سره بأبي هو وأمي، سنكمل في موضوع اليهودية والمسيحية. تفضل يعني أحب ضحكتك بصراحة، أحب ضحكتك. أنا عايزين ننوه، ياسر كان طلب مني إن أنت تعمل تنويه عن صفحة جلدة الحنفية الجديدة على الفيسبوك، فيا ريت تحط الرابط. تمام أنا راح أحط الديسكربشن بتاع الفيديو عشان صفحة جلدة الحنفية يعلو شأن جلدة الحنفية، وجلدة الحنفية سوف يجازيكم خيرا على تعبكم معنا أيها الإخوة الصحابة المؤمنون. جلدة الحنفية وشركة ومحبة الخرطوم المقدس تكون معكم وتدوم فيكم من الآن وإلى الأبد، أمين. امضوا بالسلام، سلام جلدة الحنفية أكون معكم. إلى اللقاء أصدقائي، يا جيش بكاء. شكرا جورج، شكرا جورج. إلى اللقاء أصدقائي، إلى اللقاء، شكرا لكم.